شنو كان حلمك بالطفولة؟ كل شخص الطفولة هو طفل عنده حلم ايه ويتغير، يعني هو الطفل مو دائما يبقى على نفس الحلم، يتغير يعني الحلم الصعب. انا كان دعابل وكذا هاي ضابط اه هيك داخل على طموحه يعني ضابط مثلا يعني حلو بس من كبرت تغيرت كل شيء. شنو اكثر لعبه كنت تحبها بالشارع بالطفوله؟ اي بالطفوله اي يعني قصدي العاب الطفوله يعني اقول لك الصراحه تضحك علي مدمن اضحك. شنو طوبه؟ لا جد وقلت تلعب بالشارع هواي طوبه بس ما اعرف ما بشوف احب العب طوبه بس ما احب اتفرج يعني شنو الغايه ده ابو يعني اكو حب كرياضه انا مو ضد الرياضه مو حتى خاف واحد يطلع يقول التها هي رياضه انا مع الرياضه بس مو مع مو مع تعظيم كره القدم فهمت الفكره فهمتك غامض غامض جدا غامض اي والله غامض حلو حب الطفوله حب الطفولة يعني شايف بالمدرسة شخص هيك يباوع يحب معلمته ويحب لا لا ما صارت لا 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 صدقيني ما صارت لازم معجب بوحدة كانت المعلمات مالتنا محلوات زين انت داخل المدرسة مختلط لا بالابتدائي مختلط ها الخامس ابتدائي مختلط جان عند الريفاني سكنون انت حياتنا له الحلقة السابقة يقول كنت اكتب على المسقورة احبك واعطيها لا لا مو وصلت لك واحد تعرف الطفل يعني كانت افكاره زين المشاغبة بالمدرسة هم كنت شاطر لو ابتدائية شاطر وصلت المتوسطة قعدت بروحي هم مخليك مراقب؟ لا لا ابد ها مو مكروهين المراقبين مكروهين كلش احنا كنا نكرههم مراقب لا تخيلك مراقب ما يطلع بدون هسه مع المراقب زين ما كنت تعبر من السياج وكذا ممكن مره واحده انهزم ها مسويها مره واحده يعني اصدقاء سوا اكو اصدقاء سوا طبعا دائما صديق السوا بس انا اقول لك شنو دائما ضد فكره انه البس زي موحد مثلا او كل يوميه مثلا المدير يقول ليش ما لابس ابيض